وتفخمه وتفخمه شغل الجيم وتفخمه واسمع ابيات من تخبه وانسى في البشت وكشخبه وابدأ ونور الشاشه جاكم الشيخ بملح يشبه الديب الاسحم في القرارات ما يرحم يا من وتنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخي نكفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثه اللي على الطاله نهجه متعب عياله ناشد بيهم خاله مجدهم ما حد ناشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق مع دله كل شي على حله يا بعد منبر الجاشه شغل الجيب وتفخبه واسمع ابيات من تخبه وانسى في البشت وكشخبه وابدا ونور الشاشه جاكم الشيخ بملح يشبه الديب الاسحم في القرارات ما يرحم يا من وتنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخي كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثت اللي على الطاله نهجه متعب عياله ناشد بيهم خاله مجدهم ما حد ناشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق مع دله كل شي على حله يا بعد منبر الجاشه شغل الجيب وتفخبه واسمع ابيات من تخبه وانسى في البشت وكشخبه وابدا ونور الشاشه جاكم الشيخ بملح يشبه الديب الاسحم في القرارات ما يرحم يا من وتنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخي كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثه اللي على الطاله نهجه متعب عياله ناشد بيهم خاله مجدهم ما حد ناشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق مع دله كل شي على حله يا بعد منبر الجاشه عبيات من تخبه وانسى في البشت وكشخبه وابدا ونور الشاشه جاكم الشيخ بملح يشبه الديب الاسحم في القرارات ما يرحم يا من وتنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخي كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثه اللي على الطاله نهجه متعب عياله ناشد بيهم خاله مجدهم ما حد ناشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق مع دله كل شي على حله يا بعد منبر الجاشه شغل الجيب وتفخبه واسمع ابيات من تخبه وانسى في البشت وكشخبه وابدا ونور الشاشه جاكم الشيخ بملح يشبه الديب الاسحم في القرارات ما يرحم يا من وتنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخي كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثه اللي على الطاله نهجه متعب عياله ناشد بيهم خاله مجدهم ما حد ناشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق مع دله كل شي على حله يا بعد منبر الجاشه شغل الجيب وتفخبه واسمع ابيات من تخبه وانسى في البشت وكشخبه وابدا ونور الشاشه جاكم الشيخ بملح يشبه الديب الاسحم في القرارات ما يرحم يا من وتنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخي كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثه اللي على الطاله نهجه متعب عياله ناشد بيهم خاله مجدهم ما حد ناشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق مع دله كل شي على حله يا بعد منبر الجاشه تبقى وتحيا وين معوليني ابو معجب وين علي الشمراني شمراني تفضلوا وين صارت الشيخ بن ملحم الاول بندر. الصلاه الثاني الخوه اذا جات الخوه زانت الامور الثالث توزيع لوكشنات واختفاء تقاطع الاصوات الرابع فلوها وانا بن ملحم الضوء ما تطفى والعود يدرج والشحم يطبخ ويقول بن ملحم مرحبا بكم في مدهال بن ملحم مرحبا مرحبا
سلام. الله يبارك. مرحبا مرحبا. ارتاح ارتاح الشيخ يقول ارتاح. ارتاح الشيخ يقول تفضلوا تفضلوا الله يحييكم. مازن مرحبا 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 يا مرحبا ومسهلا. الله يحييهم الله يحييكم يا مرحبا. زلوا زلوا مرحبا ومسهلا الله يحييكم. عليان مرحبا عليان يا مدح الشيخ بن ملحم يا مرحبا ومسهلا يا مرحبا من ملفاكم لما مشاكم الله يحييكم من مشاكم لما الفاكم لبيه. يلا عاد ابو شبيب ابو شبيب ابو لا ناصر خلكم قدام قدام قدام. سم عمرك ابو مبارك وجهك يا شباب. تعال تعال هنا يا ارتاحوا يا شباب ارتاحوا. وما زودت مترين طال عمرك الا لانضيفانك واجد وعساه منزل عامر يا طويل العمر. مرحبا ومسهلا مرحبا مرحبا في مدهال بن ملحم. مرحبا مرحبا يا مرحبا والله ومسهلا بكم جميع. يا مرحبا يا مرحبا يا عليان. الله يبارك في عمرك. عليان كيم عليان والله تميزت بالجلسه الصدق شيء مرتب ويليق بواحد مثلك. طيب في عمرك يا اخوي باسل الله يبقيك. كيم وانت تستاهل. يقول مرحبا ترحيب ما يسكر بابها وسط مذهال بن ملحم عسى حاله جميل في محله دل ما وقف صبابها والشحم والمرحبا كل ليل وكل يوم وكل ليل. صح لسانك صح لسانك. مرحبا بكم مرحبا عليان. تفضل تفضل يا شيخنا عليان. موجود موجود يلا. يا شباب نبي صفين. عليان ايش يقول؟ ايش يقول؟ عليان نبي صفين. نعم نعم. اتوسع اتوسع. يا مرحبا يا مرحبا. شوف 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 السلطان ايش عنده واعطوني اياه بعدين. شوف السلطان يا معاونين ايش عنده واعطوني اياه بعدين. سلطان. ها يا مشعل. يلا عليان. يا نبينا ثلاثة ثلاثة. ثلاثة. بس تعال من ناحية. بس ترى بس ترى. يلا اجمع خمسة خمسة. يلا. هذا عطني السيف. اجش. الخوي كاسر شفه في الكرم مرخين كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثي اللي على الطاره نهجه متاع عياله ناشد بيهم الخاله مجدهم ما حد ناشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق ما دله كل شيء على حله يا بعد منبر الجاشه. ايش عندك يا عليا؟ عد عد الابيات مني حبت البيت؟ بسم بن ملحم هلا مرحبا بالليل فو يا هلا يا مرحبا يا هلا يا مرحبا. اوكي؟ يلا صباحك زينة عشان يكون صح. طيب واحد يجينا مرحبا عيد البيت عيد البيت كذا على هلا يا مرحبا. ابغى اغني بيت ابغى اغني بيت عليكم غنوه ابغى اغني بيت. بسم بن ملحم هلا مرحبا بالليل فو بسم بن ملحم هلا مرحبا يا هلا يا مرحبا يا هلا يا مرحبا بسم بن مرحبا يا هلا يا مرحبا بسم بن ملحم هلا مرحبا بالليل فو يا هلا يا مرحبا يا هلا يا مرحبا بسم
ام الحمى لا مرحبا بالليل فوه يا يا مرحبا يا هلا يا مسهلا بسمة الحمى لا مرحبا بالليل فوه بسمة بن ملحم على مرحبا بالليل ايش يا هلا يا مرحبا يا هلا يا مرحبا بسمة بن ملحم على مرحبا بالليل يا مرحبا يا واحد عشان بسمة بن ملحم هلا مرحبا بالليل فوه بسمة بن ملحم هلا مرحبا بالليل فوه بسمة بن مرحبا يا بسمة بن ملحم هلا مرحبا بالليل فوه مرحبا واهلا هلا مرحبا واهلا هلا بسمة بن ملحم هلا مرحبا بالليل فوه مرحبا انا من متعب يا ضله وجيكم لا انتوا اجلس استاهل الطيب دقيقه ما بعدي بالضبط خلاص طيب يا علي علي شو تسوي يا علي جالس انت وياهم تعال تعال يا علي مرحبا مرحبا اقلط قوطه يا رجال كفى كفى يا رجال نسمع ان بن طالب ايش اسمه طالب رجوع على اسمه اجلس 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 مرحبا ومسهلا مرحبا 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 ومسهلا عطنا القراص يا شيخ يا شيخ انتظر الشباب لين يجوا يا شباب يا شباب حضر يا شباب الشيخ يبغاكم كلمه كم كم يا مرحبا يا مرحبا الله يحييك بس الله يحييكم يا مرحبا ترحيب ثم كان هلا ما كان هلا المملكه الفيصليه يا سلام في محله ابن ملحم ابيض الوجه قررت ابن ملحم الاول الصلاه سلام الثانية الخوة وإذا جت الخوة زانت كل الأمور
وتوزعت اللوكيشنات الثالثة واختفت الأصوات واختفت قاطع الأصوات الثالثة في اللوه وأنا بن ملحم تنطفي والعود يدرج والشحم يطبخ مرحبا ومسهلا بمدعالي بن ملحم مرحبا ومسهلا طول عمر كفو كفو يا شيخ كفو يا شيخ مرحبا أولا يبارك في عمره ولد شيخ ومن أسل شيوخ يطول في عمرك أبو ناصر والجيشة ما شاء الله كفو رعيها كفو وتجمل ورعيها جمل وأنس الميموني أطالب برجوعه وانت أدروف أول شيء أطالب برجوع أخوي أنس الميموني بما أني شيخ القرية وصوتي إن شاء الله مسموع وصوت أخوياي مسموع إيش تقولون؟ نبيه يرجع إن شاء الله هذا أول وأهم قراراتي أنا يا محمد بن ملحم رجوع أنس الميموني قرار هذا قرار محمد بن ملحم الرأي القرار الأول والقرار المهم رجوع أنس الميموني كلمة يا محمد شبيب بارك في عمرك ميوت ألف مبروك على شيخة القرية وعلى هالمدال اللي انت حاطها لأخوياك وربعك والله يبيض وجهك طيب راس وطيب ساس لو ما جاء منك طال عمرك إلا وقفتك ذي ما نسيت أخوك أنس الميموني إنك الطالب برجوعه فانت وفي ولا يستغرب الوفاء من أهلها يا بن ملحم سلامة ما سوينا شيء أنس الميموني أخونا وأنس الميموني روح للقرية ما حد ينكر الأمر هذا صح ولا لا كلمة يا وازع بن ناصر والله يا أبو ملحم يا أخوي أبو ضي أشكرك الله لهينك الأولى الله يبيض وجهك على المقام الجزل وانت جزل وبيض الله وجهك وحنا معك وحنا خابرين ان الشيء هذا ما يستغرب انهت منك يا محمد ملحم وبيض الله وجهك وحنا معك اي شيء تبي احنا حساب حساب وجهك مره بسر معكم باذن الله بيض الله وجهك كلمه يا اخوي بندر العلي نقول الله يبارك فيك ما حد الحل محلك كلمه يا نواف بن فرجان والدخولية الكفو وقاراتك كلها كفو خاصة في الخوة وفي الصلاة ما أقديت فيها وعلى القوة باسم تفضل أول شيء من حصل شيء يستاهله وأنت تستاهل سهل الطيب شيخ وولد شيخ وألف مبروك الشيخة ومكانك طيب مثل طيبك شفت يا طول عمر والسلامة والله يبيض وجهك في مطالبتك بأن يرجع أخونا أنس الميموني روح القرية شكرا لك وجهك ابيض يا بيض الله وجهكم اعطنا الشيء اللي مشى لا احنا والله ابو ملحم والله ان له مقابله شخصيه الحين بعد شوي ونطلع له الحين جايين نستفتح الجلسه ونجلس معكم وناخذ من وقتكم خمس دقائق وحن معكم ان شاء الله دائما ودوم تفضل يا شيخ الله يطول عمرك تفضل صدر تفضل صدر المجلس الله يحييك القى شلونك يا شيخ؟ الله يبارك في عمرك الله يبارك في عمرك الله طيب يا الربع والله يا اخونا محمد ما اقولها في وجهه ولا الا اقولها دائما في قباله كذا المرات بقولها في وجهه والله انه طيب راس وطيب ساس وانه من اكرمنا اللي موجودين احنا اللي معه ما هو بله الله يطول عمرك ابو شبيب انا وياكم اخوان انا والله ما حطيت شيخ الا بخدمكم والشيخة ما هي بيطال عمرك اسم الا فعل الرجال يخدم اخوياه المتسابقين اللي ناقصهم من حاجه من الاعداد ناقصهم شيء ما قدر يوصل صوته هنا نوصل صوته له الله يطول عمرك عندك كلمه يا ركان السهلي تستاهل الشيخ ابن ملحم تستاهل الطيب وما شاء الله تبارك الله هنيك والله دخوليه وجلسه الله يبيض وجهك تعب واضح مجهود يشكر فيذكر الله يبيض وجهك ووفقت والله وفقت في الدخولية ووفقت في الجلسة ووفقت في التجهيزات حتى الأشياء البسيطة ما شاء الله تبارك الله مبدع فيها الله يبيض وجهك وتستاهل وجهك أبيض كلمة يا نواف الروقي دخولية فنانة أهنيك والله يا شيخ ابن ملحم غطيت على الشيوخ اللي قبلك كلفة الدخولية لك الله يوفقك إن شاء الله هذا تصريح قوي ركان تصريح ناري يزعل علينا ركان يزعل علينا علي ملحم سين واحد زايد أنا أسس
انا احب ادعم قلب رجله اي بالله انا احب ادعم الشيوخ اللي قبل الرجال هذول والله كان في قلبه خاطره يقول اللي يزيدكم يزيد اي والله العلي العظيم وانا وابن ملحم شيء واحد نعم بالله انا وياك شيء واحد لا بدنا غطيت علي لا والله غطيت وعلي ايام كله بدنا وياكم شيء واحد وانا ما الاسبوع ذا وعدكم ان شاء الله بامور طيب الصلاه تعال تعال الصلاه اهم شيء بالاخوه الصلاه يا ابوي وشو اول شيء الصلاه لو اوصيكم بالصلاه الصلاه اخر وصيه للرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم ان نوصيكم بالصلاه نذكركم ما يحتاج ان تصلون فيكم الخير والبركه لكن نوصيكم ونذكركم فذكر فانما الذكر تنفع المؤمنين عز الله اول ما من الشروط المهمه والقرار المهم عندي الصلاه ثم عندي انس الميموني نطالب برجوع انس الميموني كل ابونا بصوت واحد نطالب برجوع انس الميموني رجوع انس الميموني وعقبه الخوه الزم علينا الخوه 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 والله يا رجال بدون خوي ما يسوى شيء بالله يا انا يا محمد ابن ملحم والله لولاكم ما اسوى شيء انا لولا مساعدتكم وتعاونكم معي وش محمد بن ملح وافي كل ابونا اخوان وكل ابونا نسد اللزوم مع بعض ونقضي اللزوم مع بعض وهذا والله يعكس طيب تربيتك اي والله كلمه يا ابو معجب والله كلام عليك يا شيخ انت شيخ وانت راي الكلام وانت راي الفعل وراي كلش هذا الكلام اما لاخويا يا شيخ اهنيك على اخويا يا ابو يا ابن عليك زود ما عليك زود يا ابو شبيب في نقطه بوضح لا اختيار صح اختيار قصير الله يطول عمرك يا ابو شبيب انت والله واضح ترى انا اقول امس والله نحن نذكرك والشيخ يذكرك يقول الشيخ هذا الشخص غالي علينا ابو شبيب انت والله واضح ما يطول عمرك يا ابن ملح سم طال عمرك ولا غير قصور في الربع الباقي اخوي نواف الروقي تفضل عندك كلمه أنا أقول دخوليتك ما شاء الله نارية وكذلك دخولية الشيوخ اللي قبلك لكن أنا لا 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 أشوفك متناقض يا نواف الحين غطى علينا أشوفك متناقض علينا كلكم واضحين كلكم واضحين وكوفوا يا ابن ملحم ويستاهل ويستاهل البيت اللي يقول يستاهل النعم رجل فاتح باب للضيف اللي يبغوه بحال يلقونه هذا اللي يستاهل النعم ونعم اكتب له شيك يا شيخ اكتب له شيك يا شيخ سم اكتب له شيك شيك وين الشيكات؟ جيب دفتر الشيكات في الموت بسرعة بسرعة عندنا شيك ترى هنا عندنا شيك فاهم صح جواب شيك ذا وفيها سلطان تراك واعجة بالجيب سلطان بن دويحس عزوز مرحبا لا الاستاذ الشيخ يقول الطفيلة والله مشوار اشتراك كيف؟ خلاص وين امر يا شيخ سمع عطه الشيك كبرت عليه يا شيخ حط الشيك دقيقه جيب 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 ما شاء الله كريم يا شيخ ايش راح احط الكاميرا وين صاحب ال صاحب ال علي انت تفضل علي ارتاح يا شيخ والله ما تقوم يا شيخ والله ما تقوم يستاهل يستاهل وانت كريم هو يستاهل روح اسرع في بنك الماء بنك النماء النماء انت ليش موقف انت ليش موقف بنك الله يحييك مشارك شيء انا عندي ابيات اصرم من عند البراد وانت تسالون نبي نبيات اصرم من عند البراد ما بيقصر الشيخ بيعطيكم دراهم كل صايد ما عندي والله الشيخ الا بيتين على اختيارك طال عمرك الشيخ امون عليك تمون نبي نسمع من ابو ضي تفضل يا ابو ضي هذا الصاطي انا مسميه الصاطي شوف انا اذا ولا تدري يقول اسلم عادي لو مكررة عادي ما يجي من كل الزين يا ابو ضي الله يطول عمرك اقول يا راسي اللي يحتمس حمسة البن بن ويدق نجره محتسي للضيوف لجة معاميلة على سمعي يصرن والعزبة المالية شلتها كتوفي يا ضيوفي اللي ما هم بإنسن رجل ضيوفي همومي وفكري وخوفي اجتمعوا بليلة على دندن وغن على وتر نفسي رحون وعزوفي اموش غليوني ومن عقبها كن وانا على الغليون ماني شغوفي اخاف لا قالوا ترى صاير تحنا هلا دمعه وافرح ضيوفي الله سلام طوقك شلونك يا ابو ضي
بتطفرون بيا معاونيني يا رجال يستاهلون كريم وش عندك زيد شيء ترى الشيخ ما بيقصر صار عليه ديون الشيخ ما بيقصر الشيخ على ديون الصرافه بالسالفه الشيخ اللي عليه انت سكت ظالم مقصر يا اخي من عليه ديون نعم نعم اعطيك معروضي نعم نعم قد ما لازم مشاركه كل جمر انا وانا شايفه وانا انطاح تعال والله اني شايفه انطاح يا شيخ خلني اخذ اصبر يا جمر يا سلام الله يطول عمرك يا شيخ اوه 500 الف الله يبيض وجهك ايه نصرف من بنك الكبوس ان شاء الله بنروح انا وانت سوا انا موتري متعطل يا ابو متعب انا بنروح انا وانت سوا للبنك كنت بعد في بنك الكبوس خلاص انا أظهر إنه معطيني أكثر منك. قم. 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 أمسك عطى الشيخ. عطى الطيب الشيخ. يا معاونيني تعالوا. تعال يا معاونيني تعال امر يا شيخ تعال تعال يا شمر امر يا شيخ يا شمران تعال هنا تعال يا من شمران حط تعال بيك شوي شوي يا طيب ريح العود طيبة شوي ماشي كم وقف 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 ها وقف وقف الو يا معاونيني عطوا الورقة الترخيص هذه عبد الرحمن الكليبي ليش غنى بالترخيص مترين والناس تعطي على 1000 متر 2000 متر هم مقروشنا على مترين ما ادري ايش عطى عطى طب انا عندي لك يا شيخ عشان الورقة هذه يجيب لي ترخيص ابو مترين والناس تعطي على 1000 متر 2000 متر كلام هذا يا شيخ ورى الكليب روح ورى الكليب ورى الكليب الناس تعطي على 1000 متر 2000 متر عندي لك راي الكليب نعم الرجال يعطينا على مترين عندي لك راي يا شيخ سم الحين بما انك شيخ القريه الله يطلع مالك بما انك شيخ القريه ليه في بعض الناس ودنا تمنعهم من دخول القريه حلو ها سم في بعض الناس بما انك شيخ القريه ودنا تمنعهم من دخول القريه امنعهم اي من دخول القريه منهم مو منهم اللي يدقق على الامتار ودنا تمنع الفتره ذي من دخول القريه الكليب لا ما منعنا من الامتار ولا الكليب العمده ودي تمنع بعد العمده لا شاركنا الفرح في افتتاح الجلسه رجال طيب بس انه عاد يدقق ويجي ويخصم من حقه يحق له لان الرجل عملي ان الرجل عملي وان نحب الرجل العملي مهما كان طيب بس عاد يدقق بزوده طيب الرجال اللي خذ مننا نش اي هذا اللي خذ مننا انا طالب انا محمد بن منصور يراجع في قراراته ولعل الرجل عنده ظرف صحي ولا ظرف قوي ولا ظرف يعني ما يسمح انه يقال على البث مباشر فاتمنى من محمد بن منصور يرجع في كلامه لعله كان سهران يعني ولا مواصل ما يدري ولا قال كلمة هو ما يدري زلف لسان اتمنى محمد بن منصور يرجع في كلامه حياك الله انا بقولها بس اقصد الله يبارك يا شيخ سم مصيبه يا شيخ مصيبه الو مصيبه يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا اهلين يا مرحبا بالطيب مرحبا تم هش ابا ليه هني ولد ابوي هش ما
يا شيخ تسمح لي يا شيخ؟ وقف يا شيخ. ورد الشيخ تسمح لي يا شيخ؟ صبر خلنا نشوف القصيدة اللي عندك. اجلس عندك في ابيات الوكيل. والله انا معروف مهديها لفقرة خذها كاش. ودي القيها عليكم اذا تسمحوا لي. خذها كاش اللي فيها سالم حزام يقول مترين وما مترين مع الكليب اللي ما عندهم سالفه الا مترين. يقول ابشركم كسره العصا. وودي اقول البارح الليل شفت يا رجيل يا رجيل صلوا على النبي. قلت البارح الليل شفت الناس في قلوبها الحقد وتحوفه الظلم فيهم بالاساس في محتواهم تبشوفه حطيت في روسهم وسواس وجنانهم صار معزوفه سبحان من حطهم باللاس وصوفهم ذي معروفه اربع رجال ومثل الكاس تقول ديكور عطوفه واحد كلامه بدون قياس يبغى المحاور من الطوفه واللي على غترته محتاس غترتك يا فلانه منتوفه واللي تقاعد يبي مرواس من عقب ما ضاعت دفوفه واللي بلش في صداع الراس من شاعر ضاع بصفوفه منتم بخيره يا ذا الجلاس كل ينبش عن رفوفه موسوس في راسكم خن موسوس راسكم في راسكم خناس يثر على العقل ويلوفه حنا رجال انتقل الماس بالطيب والعزه موصوفه للهرج في صدرنا مقياس نميز الهرج وحروفه استاذ حطوا تفاح حطوا تفاح حطوا تفاح حطوا تفاح حطوا تفاح اعطيه معاون التفاح يستاهل حطوا تفاح دقيقه اجلس دقيقه اجلس هذه من قول قصيده اجلس دقيقه معقول كذا اجلسوا يعني معناته على الهجوم يا شيخ ما سوى شيء ما سوى شيء ايش سويت انتو سويتوا الكهرباء طفت علينا ايش سويتوا ما ادري يا شيخ ممكنك ما سددت بوجهي ايش بغيت شيك ايش العلم شيكم ايش العلم النور انت بقى شيك ايش العلم شيخ وشو يا شيخ اخو العلم سهران سهران يا شيخ فيها بوق يا شيخ بوقونا باسم بعد الشام ردوه ردوه ارتاح 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 يا شيخ يقول شيخ ارتاح يا رب ارتاح ابو بندر ابو بندر ارتاح ابو بندر ارتاح ابو مبارك بندر ابو بندر
اها يسوون عليه قرارات. ارجع 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 يسوون عليه قرارات هجل. قصدينك والله يا شيخ. انا بروح للدار واتابع بنفس الموضوع. نعم الموضوع هذا اللي ما يستحمل انا اسكت عليه. نعم يا شيخ. دقايق وجايكم. يلا مشينا يا شيخ. من وين يا شيخ؟ معاونين خلكم مع المتسابقين. الله يقصر اجلك. تريد تاخذ عشيه؟ بعاون اني ناخذها يا تريد تاخذها مني؟ تريد تاخذها مني يا فارس؟ تركب الحمار وتخليه. الحمار لك يا فارس. الحمار لك انت يا فارس. تركب الجحش. الجحش يخير لك. يخلح. اهم شيء ضحك باسم. اهم شيء ضحكت هذا اهم شيء. وقفوها قبل تبدا. هذا اللي سرق ذلولك يا عليان. مهذل مهذل. تعال خل بلعون انك بايق يا مهذل. بلعون انك بايق يا مهذل. بلعون انك بايق الذلول يا مهذل. مهذل مهذل. بلعون انك بايق بايق الذلول يا مهذل. انا في وجهك يا فارس. في وجهي يا عليان. ذلولك في وجهي. ذلولك في وجهك. فداه فداه يا فارس. ما خليت لو انك انت المكنس. والله ما جيت. والله ما خليك فيها يا مهذل. هذه اصلا والله عليان يا عليان. خلوا الرجال. اضربه يا شيخ. اضربه اضربه يا عليان. مهذل عبيته. يقول عمرك ما تقول عبيته. يحسبني ماني فارس. يحسبنا مصيوده مصيوده طيوره. هذا وش نوحه قايم هذا؟ انا قايم ما انا سهران عند غدير. سهران يعتريها. سهران عند غدير. وين راحوا الشباب؟ يا شيخ ما تامر عليهم بغارك. اركب الموضوع والله قدهم كبير يا شيخ. احنا بسيف لنا. انا ترخيص ترخيص ترخيص.
تعال يعني يلا انا مرح راح اسمع راح يلا روح لداخل روح لداخل روح اضرب اضرب روح لداخل عندي اضرب يا اخوك روح لداخل يلا يلا ضرنا نوف نوف شيخ 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 قم 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 ضرنا ضرنا برا شيخ 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 علوم علوم شيخ بندر بندر يا اخوك شيخ هذا تعال لي اجري والله ما انت تساهي ما سم غيرها 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 نعم ابالي ير ابشر بالخير حي اللبن بالرياض بها طول عمر السلامه والله عاد اللي عندك يلا يا ولد واحد ورا واحد واحد يلا يلا يا متسابقين يا متسابق انت وياه يا متسابق هذا ايش رايك فيني انا وافق ارجعكم الجلسه واخلي مشغول النار ايش رايك فيني ارجعكم الجلسه واخلي مشغول النار لا خلنا بالجلسه اقول ايش رايك فيني ارجعكم الجلسه واشغلكم النار ما يحتاج والله لك كلمه وكفو واحتميتها وانت شيخ غني عن التعريف هلا هلا بالمعاونين هلا كنت لبس نظارات بالليل كتفوه هذا لا يشوف احد هذا بواق الحلال هذا سارق الحلال مشرب الخير ابو دواحس مشرب الخير جايين جايين المتسابقين جايين صب معاونين صب شاي صب شاي شوف شاي انتم معاونين انتم ولا ارهابيين دوحس ابو دوحس صبي صبي جاي القهوه ابشر قلب الملحم ما هو بشيخ افا من هو تدري سويت ايش يا شيخ سويت بو قلت كذا يا شيخ
ذبحت بو ودي واحد يا شيخ ذبحت بو حتي له وامسك كذا يا شيخ ايوه لا كذا خطا قلت بوك لا اي كذا بعدين قلت كذا يا شيخ يعيش فؤاد يعيش فؤاد الحمد لله تعيش يا فؤاد الحمد لله يا شيخ تعيش يا فؤاد بس يا شيخ هلا فؤاد ها بس بدي بالعيد يا شيخ هلا بني فؤاد اي اكمل وهم معاونين ذبحت بو بس وش سويت بو؟ اكل 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 شو الضيفان؟ انا ما اعطيك تمر انت اكل رفيج خله يجي خله يجي خله يجي خله يجي تعال تعال حط السيوف جنبي حط السيوف جنبي من اي ديار انت؟ يا شيخ سلام عليك مشعل يا شيخ يا شيخ اصبر علي يا شيخ خلينا نعرف الرجال يا شيخ منين؟ انا جيتكم من ديار البزنس ما شاء الله وش عندك؟ وش أدقى؟ جاي أسلم على الشيخ بن ملحم مرحبا أسمع مرح. بطري وبذكره شايع بين العربان حياك الله حياك كريم الله يحييك شجاع الله يحييك هذا من ديار البزنس هل الخير هل الخير والديار أهل الخير والملايين مساك الله بالخير يا شيخ مبروك مبروك الشيخة مرحبا وريث شداد مرحبا ومسهل طبق هوا يا ورع مرحبا الشيخ من مبارك الشيخ حاجة. فارس بن مبارك الشيخ فارس بن مبارك جايكم من ديار البزنس يا شيخ سمع من عوايد العرب اي يا شيخ طيب الرجل ما يأخذ سلاحه خلنا نشوف لوم الشيخ لا. وين الخبولة اللي عندك خذوا سلاحي مرحبا يا مرحبا امسك تقه الله يحييك خذوا سلاحي يا شيخ هالخبول وين يحمونك يا شيخ وانت بحمانة الحين بحمان. الله يطول عمرك بس هذا مثل الشرف عند الرجل لازم يرد السيف يا شيخ نرده يا شيخ يا شيخ ما اشرب قهوتك لين يرجع لي سيفي انا سيفك وانا ما بور فيك انا سيفك ابو مبارك خلني اعطيك ونعم يا شيخ انا سيفك رضيت 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 اعطيك سيفه اعطي سيفه عطني السيف انا سيفه عطى سيفه لا تخرب علينا حيل حيل عارف قهوتك مشروبه يا شيخ قهوتك صايده صايده بس مشروبه مشروبه يعني صايده حلقي صايدة مي بزين يعني لا 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 تفتن إيه؟ انت الحواج حواج ايش انت الدواج دواج يعني شحال طقطق على ضيفنا طقطق على ضيفنا هذا ضيفكم ولا دواج معازيم معازيم شبايك هذول خبول خبول الديره طقطق على ضيفنا يا اقول ما مرضى من معازيمنا الضيفان يلا يلا يا يا معاونيني ودوني للاداره وانا عندي قرارات مهمه راح انا عندي قرارات في حماي وفي محلي يمسك الشيخ لا في مدهالي انا الشيخه الشيخه لي انا ما هي لك الشيخ فارس أيوة. انا جاي من ديار البزنس في ديارنا هنا أجل. وانت في حمانا وفي ظلنا بعد الله عز وجل اجل يا شيخ خذ قلوصك اسمع 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 يا قلص اسمع يا قلص اسمع يا معاونيني انا خلونا نذهب الى الاداره يمدحكم معاونيني مدحه كان الإدارة المحل محلكم محل الله يحييكم الإدارة دوسية ولا الدنيا ما راح ولا ترح يلا يلا قط السيف قط السيف قلعوا الله يحييكم الله يحييكم الله يحييكم الخبل المحل محلكم خبلك. المحل محلكم ابشروا بالقرارات اللي تنال على اعجابكم يا صبي خل ما توقف نعم انتوا وانتوا في دار السعود دار الحماة انتوا في دار في حكامنا عند ولا تأمرنا يا شيخ الفرس الله يوفقنا وياكم وبشر بالقرارات اللي تجوز لكم هلا هلا أقول يا عز زراع الموتر والله عز زراع الموتر ركبوا ركام معكم ايه قحص قحص طفطف خلاص ليه بحش ابحش شغل الجيم وتفخبه واسمع ابيات من تخبه وانسى في البشتوك شخبه وابدأ ونور الشاش جاكم الشيخ بملحم يشبه الديب الاسحم في القرارات مرحم يامل وتنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخين كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثث اللي على الطاله نهجه متعب عياله ناشد بيه خاله مجدهم ما حد الناشد
عاشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق ما دله كل شيء على حله يا بعد منبر الجاشه شغل الجيب وتفخبه واسمع ابيات من تخبه وانسف البشت وكشخبه وابدأ ونور الشاشه جاكم الشيخ بملحم يشبه الديب الاسحم بالقرارات ما يرحم يا ملو تنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخين كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثت اللي على الطاله نهجه متعن عياله ناشد بيهم خاله مجدهم ما حد ناشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق ما دله كل شيء على حله يا بعد منبر الجاشه شغل الجيب وكفخبه واسمع ابيات من تخبه وانسف البشت وكشخبه وابدأ ونور الشاشه جاكم الشيخ بملحم يشبه الديب الاسحم بالقرارات ما يرحم يامل وتنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخين كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثت اللي على الطاله نهجه متعن عياله ناشد بيهم خاله مجدهم ما حد ناشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق ما دله كل شيء على حله يا بعد منبر الجاشه شغل الجيب وتفخبه شغل الجيب وتفخبه واسمع ابيات من تخبه وانسف البشت وكشخبه وابدأ ونور الشاشه جاكم الشيخ بملحم يشبه الديب الاسحم بالقرارات ما يرحم يامل وتنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخين كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثت اللي على الطاله نهجه متعن عياله ناشد بيهم خاله مجدهم ما حد ناشه شيخنا شيخ تفله عود ازرق ما دله كل شيء على حله يا بعد منبر الجاشه شغل الجيب وتفخبه واسمع ابيات من تخبه وانسف البشت وكشخبه وابدأ ونور الشاشه جاكم الشيخ بملحم يشبه الديب الاسحم بالقرارات ما يرحم يامل وتنزل الكاشه للخوي كاسر نشفه في الكرم مرخين كفه ما يدور مع اللفه حتى لو يكثر هواشه ترثت اللي على الطاله